حاجة بموقع يوتيوب كليب أغنية على وضعنا للنجم محمد رمضان والنجم أحمد عدوية ونجل الفنان محمد عدوية بسبب مطالبة محمود بدر عضو فريق شارع 3 بحقوق الملكية والنشر. وأكد بدر أن الأغنية الأصلية رح يتم طرحها خلال أيام قليلة بصوته بالاشتراك مع مطرب المهرجانات أورتيغا بعنوان الأصلي لسه ما تخلقش. أغنية على وضعنا اللي جمعت محمد رمضان والمطرب الشعبي أحمد عدوية ونجل محمد وحققت 2 مليون مشاهدة بعد طرحها بتسعة أيام عبر قناته على يوتيوب، بيّن أنه حقوقها الفكرية مملوكة لمطرب فرقة شارع 3 الفنان محمود بدر اللي خرج ببث مباشر عبر حسابه على موقع فيسبوك ليوجه الشكر لكل من سانده بأزمته مع محمد رمضان، وقال أنه تلقى اتصال هاتفي للتأكد من ملكيته لحقوق الأغنية، وبعد بدقائق تم حجب الكليب، وقال أنه رح يطرحها بصورتها الأصلية خلال أيام قليلة بصوته بالاشتراك مع مطرب المهرجانات أورتيغا بعنوان الأصلي لسه ما تخلقش. وعاد بدر لأصل المشكلة وقال أغنية على وضعنا ملكي وما كانش لأحد الحق في غنائها لأنني أمتلك كافة الحقوق وهو ما دفعني لإغلاقها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأضاف أن الفنان محمد رمضان عرض عليه مبلغ مالي وحدث بعض الاختلافات على الأجر المادي من أجل حصوله على التنازل. وقال محمود بدر ما فعله الفنان محمد رمضان أمر غريب للغاية وذلك بعد رفضي للتنازل له على الأغنية منذ فترة كبيرة مقابل الحصول على مبلغ مالي، وأوضح أنه اسم الأغنية كان لسه ما تخلقش لكن محمد رمضان قرر تغيير اسمها للخروج من هيدي الأزمة. يذكر أنه محمد رمضان طرح أغنية على وضعنا ليسجل التعاون الأول مع نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية، وقال إن من كلمات أمير شيكو وتوزيع ديزل وألحان ديزل وعبد الصغير والكليب من إخراج حسام الحسيني ومدير تصوير أحمد عبد القادر ومهندسين ديكور محمد مصطفى ونهى عبد الرحيم.